واجهة المصري صفقة المهاجم مفاجأة مرتقبة أزمة قندوسي ونسخة المونديال بئر الأسرار ومنبع الأخبار الأستاذ عبد الحكيم أبو علم منور الدنيا أستاذ حكيم يا أستاذ إبراهيم أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله زي الفل منور الدنيا كلها الله يكرمك ويعزك أخبارك إيه؟ الحمد لله مواجهة المصري فيها جديد؟ مش عايزين نتكلم في الأول على المذكرة اللي قدمها النادي الأهلي؟ أنهي مذكرة؟ الاهلي قدم مذكره رسميه لرابطه الانديه المصريه ولجنه الانضباط بالاتحاد المصري لكره القدم احنا معانا تفاصيلها طب يلا قول لنا استاذ حكيم اولا بس قبل ما اروح للتفاصيل عشان في نقطه امبارح كان لوغاريتمات الناس كانت بتستفسر مثلا زي احتفال النادي الاهلي ليه الاهلي لعبت الاهلي احتفلت ورغم ما خدتش الدوري فانا هقول لك اداره النادي الاهلي تعاملت بافضل شيء في ملف مباراتي بيراميدز بانضباط وبضبط النفس وبحاجات كتيرة جدا من بداية المباراة الأولى من أول مثلا أزمة المقصورة من أول مثلا موضوع التذاكر الأهلي طلع وتحمل 1.6 مليون جنيه في أزمة التذاكر اللي تحملها الجماهيره لحاجات كتيرة جدا فعايز أقولك إن إدارة النادي الأهلي كان في تعليمات صريحة واضحة ومشددة للعيبة بتاعتها وللجهاز الفني واللعيبة بمنع الانسياق وراء أي استفزاز أو أي حاجة وده يفسر لك الموقف بتاع حسين الشحات الموقف بتاعت اللعيبة مثلا حسين الشحات برغم ما تعرضه ما قامش رد لأن كان في تعليمات صريحة واضحة إن ممنوع أي حد يرد أو بأي شكل من الأشكال كمان في نقطة لفت النظر امبارح لعيبة النادي الأهلي راحت تحتفل مع جماهيرها كل الناس سألتك إزاي الأهلي بيحتفل ولسه ما خدش دوري وبتاع هقول لك مفاجأة إدارة النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي كان فيه تعليمات واضحة لفريق الكرة بالنادي الأهلي بأن ما يروحوش اللقطة دي وقعدوا حوالي 8 دقايق في الملعب ما يروحوش أوضة اللبس إلا بعد مرور 10 دقايق من نهاية المباراة لتجنب أي احتكاك يحصل في ممر غرف الملابس فلعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني استغلوا التعليمات دي إن هم يبقوا موجودين مع جماهيرهم عشان الوقت ما يبانش إن أنت قاعد لأي شكل من الأشكال فده جزء من الصوره اللي النادي الاهلي عملها في ضبط النفس وفي الالتزام عشان تبقى مركز في الملعب فقط كمان يبين لك الصوره بتاعه كابتن خالد بيبو لما كان بيسيطر على اللعيبه في اخر الماتش بيقول للعيبه تقعد ده جزء برضه من التعليمات كمان التجهيز النفسي اللي عمله كابتن محمد الشناوي وكابتن خالد بيبو اللي زي حسين الشحات واللعيبه في مباراتين الذهاب والعوده ان ما يظهرش اي حاجه من الموضوع نروح للنقطه الثانيه المذكره دي اللي الاهلي تقدم بها رابطه الانديه ولجنه الانضباط بالاتحاد المصري لكره القدم تضمنت 14 دقيقه فيديو تم تقديمها مع كفيديوهات من خلال فريق عمل كان موجود من إدارة الإعلام في النادي الأهلي في المباراة صور فيديوهات وصور لعدد من الوقائع تقدمت في مذكرة رسمية لجنة الانضباط ورابطة الأندية هقول لك إن الأهلي في المذكرتين وجه لثمان أشخاص خمس لاعبين واثنين إداريين ورئيس النادي اللي مذكورين في الوقائع الخمس لاعبين أحمد الشناوي محمود زلاكة في مع محمد الشيبي في وقعة الاعتداء على حسين الشحات أثناء ما الحكم الألماني كان بيراجع اللقطه بتاعت الطرد مع تقنيه الفيديو تم الاعتداء عليه اللقطه اللي كنت حضرتك عرضتها في الانترو بالاقدام دي تقدمت بفيديوهات مختلفه من النادي الاهلي للثلاثه دول كمان محمد الشيبي اشارات لجماهير النادي الاهلي عند خروجه مروان حمدي اللقطه اللي هو اعتذر عنها دلوقتي كمان محمود دونجا بخلاف اللي كتبه على الانستجرام بيتهم حكم المباراه بان هو كان ليه سبق رشوه وكده كمان هو خارج في فيديو الاهلي مصوره ومقدمه في المذكره كان بيشاور لجماهير النادي الاهلي بما يعني ان انتوا كسبتوا المباراه بالرشوه. الاثنين اللي دارين في منهم واحد الاهلي ما عرفش اسمه فما سمهوش لكن اشار ليه على الفيديو بسهم ان هو ده كان لما لعيبه الاهلي برغم انها اتاخرت في الملعب وهم خارجين هو حدف عليهم هو واثنين اللي دارين تانيين زجاجات المايه الفارغه هم داخلين وطالبس والاهلي ما ردش خالص والاداري الثاني الاستاذ احمد زاهر اللي كتب على صفحته اتهم المنظومه الرياضيه سواء اتحاد الكره رابطه الانديه انها بمحاباه النادي الاهلي الكلام ده كله اتاخد برضه واتحط في المذكره وبالمناسبه احمد زاهر كان ليه وقعه سابقه تم ايقافه لنهايه الموسم في 2020 لما اعتدى على وليد سليمان مع امام عاشور في كاس السوبر المصري الاستاذ ممدوح عيد الاهلي وجه له مش وجه له يعني نقد او وجه له في المذكره انه هو كان موجود في وقت مروان حمدي ما كان بيتعرض بالسباب لجماهير النادي الاهلي وهو رئيس النادي وبجانبه الكابتن هاني سعيد ولم يتحرك او لم يثني اللقطه دي ولم يثني لمروان حمدي في تجاوزه حق النادي الاهلي. بمناسبه التصريحات اللي صدرت عن كابتن هاني سعيد للمركز الاعلامي يا استاذ ابراهيم انا تواصلت مع مسؤول بالنادي الاهلي وقلت له دلوقتي كابتن هاني سعيد طلع تصريحات ان تم توقيع عقوبه على اللاعب المتجاوز وهو يقصد مروان حمدي فاظن الموضوع خلاص كده اتقال لي طيب هل لم يعاقب حسين الشحات من قبل النادي الاهلي وهم بعدها راحوا لكل اتجاهات القضاء بتاعتهم ده واحد تجاوز في حقي وفي حق جماهيره وفي حق مسؤولنا وفي حق لاعبتي انا مدي تعليمات للاعبتي انها تسكت فانا مش معقول ان انا ما اقدرش احمل لعيبتي ولا جماهيري فطبيعي ان انا اروح وبعدين في نقطه مهمه جدا هو الكابتن هاني سعيد عرف منين ان الواقعه دي مش موجوده ومدونه في تقرير مراقب المباراه عشان يقول هي برغم ان هي مش مدونه احنا وقعنا عقوبه على اللاعب. النقطه الثالثه يقول هو محمود عبد المنعم كهربا الكلام ده على لسان مسؤول في النادي الاهلي انا كلمته هو محمود عبد المنعم كهربا لما تم ايقافه 10 مباريات
كان موجود الواقعه دي في مباراه الاهلي والزمالك؟ كان موجوده في تقرير المباراه؟ لا. كان موجوده في الشريط الرسمي للمباراه؟ لا. لكن كان فيديو متداول لجنه الانضباط استنت عليه وتم توقيع عقوبه عليه. فانا من حقي ان ارجع للاطر القانونيه بما يحفظ المنظومه الرياضيه في مصر وبدون اي انفعال وبدون اي مشاكل. نروح الى مواجهه المصري بقى. مواجهه المصري، معلش انا طولت في الحته دي. لا بالعكس، ده دي تفاصيل مهمه جدا. ربنا يخليك. مواجهه المصري، النادي الاهلي النهارده مارسيل كولر عمل اجتماع مع لاعيبته، قفل تماما الملف بتاع بيراميدز ومباراتين بيراميدز، وقال لهم احنا ما كسبناش الدوري. حتى هو امبارح في المؤتمر الصحفي قال نسب فوزنا بالدوري زيرو، يعني لحد دلوقتي احنا 0%. اتكلم مع لعيبته النهارده بنفس الموضوع. النادي الاهلي عنده ازمه في مباراه المصري في عدد اللعيبه الغايبه يا استاذ ابراهيم. يعني الاهلي عنده علي معلول، عنده عمرو السوليه، عنده محمود متولي، اصابات طاهر محمد طاهر تعرض للاصابه وهرجع لك معاه بعد دقيقه، تعرض لاصابه ومش هيلحق الماتش اللي جاي كده اربعه. عندك خالد عبد الفتاح ايقاف، محمد هاني في حاله غضب من مارسيل كولر يعني بسبب موقف معين، لكن هو موجود معاه في التشكيل. عندك كريستو ومودست رحيل، ديانج ممكن خلال الساعات اللي جايه لو في تريك كده اتفقوا عليها ممكن ما تلاقوش موجود. طاهر محمد طاهر ناس كتير بتتكلم عن الاصابه بتاعته اللي هو التواء في انكل القدم، المفروض الناس بتتكلم على اشاعه وما عملش اشاعه النهارده لان لسه في ورم في رجله. ففي ازمه في عدد اللاعبين بجانب ارهاق وسام ابو علي عنده اجهاد خفيف في العضله الخلفيه، لكن ممكن ان شاء الله باذن الله يلحق. فدي ازمه النادي الاهلي في مواجهه المصري. وكمان كابتن خالد بيبو قرر صرف مكافاه اجاده وليس مكافاه خاصه طبقا لما تنص عليه اللوائح. دي الاصابه بتاعه طاهر، دي الاصابه بتاعه طاهر التواء في انكل القدم، وناس كتير بتقول لك عمل اشعه ولا ما عملش اشعه النهارده لان لسه رجله ورمه، هيعمل اشعه لما الورم يزول، بس هو بنسبه كبيره جدا خارج المباراه اللي جايه واللي بعدها كمان سيراميك كليوباترا.